أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد في دوائنية التلفزيون. مثل ما قلنا في البداية اليوم عندنا إن شاء الله ضيفين. الضيف الأول راح يتكلم عن السياحة والسفر. مثل ما أنتم عارفين عندنا في دولة الكويت يمكن الدول الخليجية بشكل عام مع عطلة المدارس تبدأ عملية خاصة بالصيف تبدأ التفكير بالسفر. يمكن الناس الحين خلاص يعني سافروا وناس يمكن اليوم ولا باكر ولا الأيام المقبلة كل واحد حاط له جدول معين وتاريخ معين للسفر. إيش رأيكم نتعرف على الوجهات الجديدة للسفر وأيضا إرشادات السفر من البداية من خلال خبير في السفر والسياحة أخونا فارس المسلم. أخ فارس أهلا وسهلا فيك وحياك الله معنا. الله يحييك. يا هلا. من أي دولة رديت؟ أنا آخر رحلة سويتها كانت إثيوبيا. أثيوبيا. هذا من وجهات الجديدة راح نتكلم عنها. ما أتوقع أن في وايد ناس راحوا لها سياحة. إيه لا ودنا مثلا الناس اللي سافروا ولا يبي يسافرون الحين يعني في ناس ودنا نتكلم يعني كخبير في مجال السياحة والسفر عن الاستعداد للسفر. هل أنت تفضل في بعضهم مثلا والله قعدوا دوانية باكر بنسافر، في بعضهم لا يعني من قبل 6-7 أشهر يعني مجهزين. أستاذ فارس أنا سالفة أن جروب يقرر أن باكر يسافر هذه الشغلة تخرعني شوية لأن أنا أحب أني أكون جاهز. وبعدين واحد ليش ضروري أن يبدي عملية التخطيط مبكر؟ عشان أول شيء يستفيد من أسعار الفنادق ممكن تكون منخفضة، ممكن أن يستفيد أيضا من أسعار التذاكر، ويقدر هم بعد يخطط يعرف في المكان هذا اللي يبون يروحون له هل هو في الأنشطة والأماكن اللي هم أصلا مهتمين فيها، عشان الواحد ما يوصل وينصدم انه لا هالمكان مثلا ما يسوى اني اقعد فيه 10 أيام، المفروض اني اقعد يومين بعدين اروح الديره الثانيه اللي يمها. وبعدين سهل ان الواحد يخطط لانه يعني مثلا اوريدي يعرف هو متى يقدر ياخذ اجازه، الاعياد معروف متى راح تكون، العيد الوطني كل سنه نعرف متى راح يكون. فيعني خلينا نقول على الاقل قبلها بشهرين-3 الواحد يبدي يفكر ويخطط وين ممكن يروح ويشوف شنو الأماكن مثلاً اللي تناسب اهتماماته وتناسب حتى ميزانيته. يعني التأخير راح يكون على حساب السعر يعني. أكيد 100% وأنا شايف هم بعد يعني وايد ناس يحاولون إنه يلا أوكي خلنا نسافر هالويكند أو خلنا نسافر باكر وإحنا مثلاً 5-6 آخر شيء هونون لأن الأسعار ما يقدرون عليها. ما يقدرون عليها. صح. على فكرة يعني أستاذ فارس مثلاً ودنا من خلالك كخبير في مجال السياحة والسفر. واحد يبي يسافر وعنده عيال، واحد يبي يسافر مثلا بروحه، واحد يعني عملية يعني شنو اللي أنا مطلوب يعني أسأل نفسي وأجاوب قبل لا أختار الدولة يعني؟ قبل لا تختار الدولة، أول شيء تعرف أنت مع منو بتسافر، لأن أكو فرق بين أن الواحد يسافر بروحه ومع مثلا زوجته وعياله. إذا راح يكون ويا عياله الأولوية راح تكون حق العيال لأن عشان هم بعد ما يملون. الواحد لازم يفكر أول شيء بأعمارهم، اهتماماتهم، وهم شنو ممكن يتعلمون أثناء السفرة. يعني ضروري أن المكان يكون فيه شيء يونسهم، خلينا نقول بحر، مسبح، أماكن مثلا مدينة ترفيهية ممكن يروحون لها، بس أيضا ممكن يتثقفون. يعني أنا أتذكر إحنا لما كنا صغار لما كنا نروح لندن أيضا كنا نروح متاحف، فالواحد يعني خلينا نقول يمكن يكتشف أشياء جديدة وهو صغير أو يروح أماكن يمكن مو متوفرة عندنا، بس بنفس الوقت يستفيد علميا وثقافيا، ممكن يروح مسرحيات، ممكن يروح عروض موسيقية، أشياء اللي ممكن يعني تفتح المخ. المواقع حاليا يعني وسائل التواصل الاجتماعي يعني أعطت اللي بيسافر مجال أكثر إنه يشوف المواقع الأماكن يعني يقرر وين بيروح يسوي له جدول. هي صارت بالنسبة لي صارت أسهل وصارت أصعب لأن الاختيارات زادت والمواقع زادت، فساعات لما يصير في وايد اختيارات صعب أن الواحد يسوي فلترينج وأنه ينقي بالضبط اللي هو يبي. فعشان كذي إذا هو أصلا يعرف شنو يبي سهل أنه يدور. وبعدين أيضا الواحد لازم يعرف على أي مواقع ممكن يدور. أكو فرق بين مثلا خلينا نقول بلوج اللي الواحد يكتب آراءه وبين مواقع اللي فقط توريك بطريقة خلينا نقول مالي منطقية، بس إنه قاعد يعطيك بس الفاكس إن هالمدينة فيها كذي كذي كذي، شنو فيها مطاعم، فيها هالنوع مطاعم، شنو فيها متاحف، هالمتاحف. فبالعكس عشان كذي هم بعد أنا أقول ليش الواحد يخطط مبكر، لأن العملية تاخذ وقت، فعلا تاخذ وقت، خصوصا إذا الدولة الواحد مو رايح لها من قبل يحتاج إنه
يقرا اكثر. يعني على طاري يعني الدوله انه ما يروح لها من قبل، يعني ما شاء الله يعني الكويت يعني من يعني اهل الكويت من نشاه الكويت وهم يعني يحبون السفر، يمكن قبل فتره الصيف، الحين يعني يمكن طول السنه الموضوع صار مفتوح وكل حسب ظروفه. ودنا نتكلم على الوجهات، يعني ما شاء الله الكويتيين راحوا حق يعني معظم دول العالم، وممكن يعني بعض المرات يعني ما نبالغ اذا قلنا يعني بعض الناس او في دول ثانيه يشوفوا الكويتيين وين يروحون، صح؟ لان هم يكتشفون دول يعني. صح كلامك. وبعدين الأماكن يعني يصير لها سمعة تدريجيا، أول شيء يبلشون الرحال والناس اللي يحبون يسافرون هواة السفر هم يروحون ويصورون، فالناس كذي تتشوق وشوي شوي يسألون مثلا هالمكان شلون أوصل له، شنو في مثلا السوشيال ميديا انستغرام وايد ساعد دول ومدن أنهم يصيرون ترند في عالم السفر، لأن الناس قاعدة تشوف صور وقاعدة تشوف فيديوهات، وأيضا الناس تبي تروح هالأماكن عشان تصور بنفس الأماكن. يعني أعطيك مثال، مثلا مدينة شفشاون بالمغرب اللي هي المدينة الزرقاء، يمكن قبل 5 سنين مو وايد ناس سامعين فيها، بس لأن صار في شركات تنظم رحلات حق هالمدينة، ففي مجموعات قاعدة تروح وقاعد يصورون، فالناس يشوفون الصور يقولون أنا بروح هالمكان عشان أصور بهالمدينة. صح. يعني الحين مثلا خلينا نقول من الاماكن الثانيه اللي شوي شوي قاعد تصير بابير، خلينا نقول مثلا زنجبار، خلينا نقول مالطا، خلينا نقول حتى في امريكا الجنوبيه البيرو، كلها بدت عن طريق الرحاله اللي راحوا وصوروا وحطوهم على صفحاتهم بالتواصل الاجتماعي، فالناس تبي تروح يبون يصورون بنفس الاماكن. يعني والعائلات يعني وين الاماكن اللي بدوا يعني او الدول اللي بدوا يتكلمون عنها الحين على مستوى الكويت والخليج مثلا؟ إذا تبي نتكلم عن مثلاً الأماكن اللي تناسب العائلات، بالعادة قاعد يختارون أماكن اللي أول شيء سهل واحد يوصل لها، خلينا نقول من غير ترانزيت. بالسنين الأخيرة وايد قاعد أشوف إنه قاعد يروحون أذربيجان، باكو، قاعد يروحون تبليسي في جورجيا، الحين شوي شوي قاعد يتوجهون حق أرمينيا. الناس قاعدة تدور إكسبيرينس جديد، وهذا يمكن شيء ثاني خلينا نقول الكاركتر الكويتي، ان يبي هو يكون متميز عن غيره، يبي يروح مكان مو وايد ناس راحوا له، انه يمكن يقول بينه وبين ربعه انه هو اول واحد راح هالمكان. صح. فاحنا فينا هالشيء، يمكن في ناس يشوفونه انه مو زين، بس بالعكس انا اشوف انه هو شيء زين، لانه معناته هو قاعد يغامر وقاعد يسوي شيء جديد، والواحد لما يسوي شيء جديد قاعد يتعلم يمكن من غير ما يعطيني معلومه وانا قاعد ببيتنا يعني. بالضبط بالضبط. يعني الشغلات يعني هل مثلا اصبح مثلا الغلاء اللي موجود على مستوى العالم خلى الناس مثلا تكتشف دول ثانيه مثلا يروحون؟ 100% خلى الناس تكتشف اماكن جديده، وبنفس الوقت يمكن خلاها تغير طريقه السفر، حتى لو يروح نفس المكان يغير طريقته بالسفر. يعني الحين في ناس بداله يحجزون في فندق قاعد يحجزون في شقه اير بي ان بي او في شركات ثانيه ايضا يوفرون نفس الخدمه، بداله ياخذ تاكسي يعتمد مثلا على التنقلات العامه هناك، مثلا خلينا نقول المترو او الباصات، او يمشي. احسن طريقه انك تكتشف المدينه اللي انت فيها انك تمشي فيها. يغير المطاعم، يعني انا من زمان اقول ان اكو لسته مطاعم قاعده تتداول بالكويت يمكن من اكثر من 15 سنه، واغلب هالمطاعم مطاعم غاليه وعاده ما لها اي صله بالثقافه البلد اللي هو زايرها، فزياده الاسعار يمكن خلت الشخص يجرب الاكل المحلي بداله مثلا يروح مطعم عالمي 5 نجوم في بلد ثاني. صح. يعني بما ان الحديث صار على وسائل يعني النقل، يعني في ناس بعض المرات يعني هم مثلا يروحوا بتاكسي، في بعضهم لا يأجر سياره، وفي بعضهم يعني مثل ما قلت يعني القطار. شنو نصيحتك لكل شخص، خاصه انه يعني اغلب الناس اصبحوا يعني حاليا هو يأجر سياره ويسوق سياره يعني بنفسه وياخذ اسرته ومع ربعه يعني. سالفه ان الواحد يأجر لسيارة جدا عمليه اذا هو اصلا ناوي يتنقل من مدينه لمدينه، او مثلا من بلد لبلد، خلينا نقول انه هو راح يبدي في ميونخ وبعدين بيروح فيينا بيروح زيورخ، هاي الشغله جدا عمليه ان الواحد يكون عنده سياره، بس اذا بيكون بنفس المدينه خصوصا مثلا في مدينه اوروبيه، السياره بالعكس راح تصعب عليه يومه،
أول شيء لأنه ما راح يلاقي مواقف. ثاني شيء أكو ضرائب جدا عالية على السيارات، راح يمكن يلاقي صعوبة بأنه يلاقي محطات بنزين، وبعدين البنزين برا وايد أغلى من هني بالكويت. فهو لازم يعرف هو حق شنو مأجر سيارة، هل هو بيروح من مدينة لمدينة، ولا بس أنه عشان يكون عنده نفس طريقة حياته بالكويت بس أنها متوفرة بالمدينة اللي هو مسافر فيها. وأنا أشوف أن هذا الشيء برأيي غلط، لأن الواحد يسافر عشان يسوي عشان يجرب تجربة جديدة، مو عشان ينقل الحياة الكويتية برا. صح. في بعضهم يأجر مثلا الميني باص ولا يعني السيارة العائلية وتكون معه طول الرحلة. يعني مثل ما قلت هذه الشغلة تعتمد على المدينة اللي هو رايح لها. يعني مثلا الواحد يأجر سيارة إذا هو بيروح مثلا أغلب المدن اللي بأمريكا، هذه شغلة جدا عملية، لأن أصلا أمريكا المدن الحديثة مبنية حق السيارة، بس المدن القديمة مو مبنية حق السيارة. فبالعكس هو راح يصعب على نفسه إجازته إذا هو بيأجر سيارة أو ميني فان. يعني هذه حق المسافات الطويلة عملية. على فكرة يعني الأستاذ فارس، يعني بنتهز فرصة وجودك كخبير في السياحة والسفر، في بعض مثلا يروح تركيا مثلا 4-5 مرات كلها اسطنبول، صح. يروح مثلا العاصمة لندن مثلا 5، يعني عملية إن احنا والله ما نعرف إلا العاصمة بس، يعني هل هذا قاعد يعني يحرمنا من متعة المناطق الثانية؟ 100%. لندن من المدن اللي أنا أحبها، وأنا كل مرة أروح لندن أقدر أخلي الإكسبيرينس يكون مختلف. ليش؟ أول شيء لندن مدينة جدا كبيرة، هي أكبر مدينة أوروبية، وفيها شيء حق كل الناس. يعني فيها مئات المتاحف، فيها مئات المسرحيات اللي واحد ممكن يروح لها، فيها مطاعم من كل بلدان العالم، فيها أسواق شعبية، فيها أماكن بعيدة الواحد يروح لها، فيها قصور ممكن واحد يروح لها. فبالعكس حتى لو واحد يروح لندن كل مرة يقدر يخلي لندن تتغير حقه. وبنفس الوقت يمكن الناس دائما تتجه حق اللي يعرفونه، لأن الناس تمشي على سمعة المكان، وفي ناس أطباعهم ما يحبون يغيرون، هو ما يحب يطلع من الكمفورت زون ماله. شو تقول حق الناس والله المطعم الفلاني زين، الفندق الفلاني زين، بناء على شنو مكتوب أو ردوا لي؟ مثلا ردوا وقال والله روح أخذ الفندق هذا. أنا أسمع النصيحة إنزين، بس قبل لا أجرب شيء جديد أنا دائما أقرأ الريفيوز اللي موجودين أونلاين، أشوف هل هالفندق يم الأماكن اللي أنا أبي أزورها ولا لا. وثالث شيء اللي هو أهم، إن الواحد يشوف صور الفندق مو الصور الرسمية اللي هو منزلها على موقعه، لأن أكو مواقع تنزل صور الناس اللي رايحين هالفندق، يصورون الغرف، يصورون المسبح، يصورون المطاعم، يصورون اللوبي. وهني انت تقدر تقارن، ان يعني ساعات مثلا هو يحط صوره مسبح يبين انه اولمبيك سايز، فعليا يعني مترين انزين. وبنفس الوقت يمكن الشغله اللي تناسبك يمكن ما تناسبني انا. في ناس يحبون الستايل المودرن، في ناس يحبون الستايل الكلاسيك، في ناس يحبون فندق يكون فيه خلينا نقول لويا ومطاعم وناس داشه وطالعه، في ناس تحب الهدوء. ف يعني حلو ان الواحد يسمع النصيحه، بس نفس الوقت اهم لازم يعرف هو شنو يناسبه. في توجه لليابان استاذ فارس؟ انا قاعد اشوف ان خصوصا هالسنه وايد اكثر من السنين اللي طافت الناس قاعده تتجه لليابان. يمكن اول شغله لاحظتها، احنا رحنا هالسنه اليابان، ان اول مثلا الفيزا كانت من غير موعد، الحين لازم موعد لانه صار عليها طلب. الناس ليش سبيسيفيكلي اليابان؟ لان الناس كبرت على الكرتونات اليابانيه، خصوصا اللي مثلا من جيل السبعينات والثمانينات وحتى التسعينات، كل الانيميشن كان من اليابان. وبعدين هم بعد في ناس اللي يحبون الانمي والمانجا، فاولريدي في رابط مع خلينا نقول الثقافه اليابانيه. الكويتيين من زمان مثلا يحبون الاكل الياباني، السوشي والساشيمي، فيبون يروحون مصدر هالمكان. من متى رحت لها انت يعني؟ اليابان رحت لها 4 مرات، اخر مره في شهر 4. صدق غاليه حيل، يقول مثلا يعني تاخذ برتقاله ب7 دنانير. شوف هذه الشغله، هذه الشغلات موجوده، بس يمكن الناس اللي ما تعرفها ان لما تلاقي هذه مثلا البرتقاله ب7 دنانير او التفاحه ب10، هذه مو حق استهلاك يومي، هذه تنعطى كهديه. انت لما تنعزم بيت احد هناك من العادات والتقاليد انك تقدم هديه.
بس بالعكس اليابان شوف أي بلد تروح له تقدر تسويه على حسب الميزانية مالتك. يعني الواحد مو ضروري أن يروح المطاعم الغالية، مو ضروري أن يأخذ تاكسي كل مكان، مو ضروري أن يقعد بفنادق خمس نجوم، خصوصاً ببلد مثل اليابان أن هناك مهتمين بالنظافة وبلد آمن. فالواحد ممكن يفصل رحلة لليابان ويستانس على حسب الميزانية اللي تناسبه. صح. يعني ودنا نتكلم على يعني التسوق اللي هو لا يعني جمهور كبير يعني صح. وخاصة يعني من النساء. مثلا تشوف يعني أنت كخبير يعني ودنا نأخذ رأيك بالموضوع. مثلا عندنا إحنا ولله الحمد يعني مجمعات تجارية وفيها يمكن ماركات العالم موجودة، ومع كل هذا إذا رحنا وشفنا ماركة هناك يعني يشترونها مع أنها موجودة يعني مثل الكويت يمكن أرخص. يعني شنو نظرتك للموضوع هذا أو نصيحتك يعني؟ متعة التسوق وقت الواحد يكون مسافر تختلف، لأن جزء من الوناسة النفسية تتغير لما يكون مستانس. الواحد لما يكون مستانس يبي يأكل أكثر، يبي يشتري أكثر، يبي يطلع أكثر. فبالعكس أنا أشوف أنه هو شيء طبيعي، وبنفس الوقت يمكن الشغلة حتى لو هي موجودة بالكويت لما تشتريها من برا يكون لها قيمة، لأن معاها ذكرى أن هذه الشغلة شريتها من هالمدينة، شريتها من هالبلد. فتكون شوية سبيشال، يكون لها قيمة عاطفية أكثر يمكن من بس إن قيمتها المادية. تشجع الناس يصورون للذكرى يعني دائما؟ يعني قاعد أقرأ أنه والله الواحد إذا سافر لازم يعني مثلا حق عياله باكر أو هو كبر يتذكر أن شغلات صارت يعني سواها قبل. يعني التصوير جدا مهم. أول شيء في أشياء راح ننساها إذا الصور مو موجودة. يعني مثلا لما أشوف ألبومات أبوي لما كانوا يسافرون برا، هذه الأشياء بالنسبة لي جدا قيمة، لأن تحفظ لحظات إلى الأبد. صحيح. يعني نقدر نعيش نفس اللحظة من خلال هذه الصور والحين مع الصور والفيديوهات. بس بنفس الوقت أنصح أن الواحد ما يعتمد أنه ما يقضي كل وقته بالتصوير، لأنه ما راح يعيش بالمكان اللي هو قاعد فيه، راح يعيش من خلال يعني عن طريق الشاشة اللي قاعد يصور فيها ومو المكان اللي هو فيه. فهم حلو ان الواحد بين فترة وفترة ينسى موبايله. صح. لمدة كم ساعة عشان يستمتع بالمكان اللي هو فيه. عملية الاستمتاع يعني ودنا نتكلم على يعني مدى أهمية أن الواحد يسأل عن الديرة ومدى الأمان فيها أستاذ فارس. يعني وحتى يعني مثلا بعض المرات نحن يعني قاعد نشوف يعني ناس يبالغون يعني بسالفة اللبس والذهب اللي يلبسونه بعض يمكن النساء. الأمان أهم عنصر من ناحية السفر. يعني إذا المكان ما في أمان ما يعني الواحد ليش يروح هو يحاتي نفسه. ثاني شيء اللي يلبسون يكشخون ويبالغون باللبس بالمجوهرات، هذا شيء جدا غلط، لأن أنت كأنك قاعد تلفت الانتباه حق ناس ممكن تبوك شغلك، يمكن تأذيك، يمكن يعني الواحد بيسافر عشان يستانس. صح. وبنفس الوقت الواحد لما يسافر لازم كثر ما يقدر إنه ما يبين أنه هو مو من أهل البلد. يعني ما يبين مثلا ساعات ومجوهرات وموبايلين وثلاثة وتصوير مثلا يتكلم بصوت عالي، لأن في ناس ضعاف نفوس في كل مكان موجودين. صح. يعني على فكرة أنت يعني كخبير أستاذ فارس في مجال السياحة والسفر، في بعضنا مثلا والله أنا رحت تركيا أبي واحد يعني مثلا مرشد سياحي عربي، هل أنت تفضل مثلا أنا أني أخذ تركي عشان أنا أتعلم منه أكثر ممكن ألقط منه كلام، ولا لازم يعني خلاص يعني هذا المرشد هو يعني مريحني ومخليني موفر عليه على ناس يعني السؤال يعني؟ أنا دائما أنصح أن الواحد يأخذ مرشد من أهل البلد، لأن مهما كان الأجنبي أنه تثقف ودرس عن هالمكان تجربته مو نفس تجربة شخص من أهل البلد. طبعا أكو فرق إذا الواحد مثلا إنجليزيته ضعيفة ويحتاج أن أحد يتكلم عربي، هذا شيء ثاني. بس إذا مثلا يقدر يكون مع مرشد خلينا نقول تركي في تركيا ويسمع منه بالإنجليزي ويفهم ويقدر يسأل وياخذ راحته بالكلام، بالعكس أنا أشوف أن هذا شيء أهم. يعني فكر فيها، لو واحد جاي الكويت مو أحسن أن كويتي يدليل أماكن
ولا أن واحد غير كويتي حتى لو موالد الكويت يودي الأماكن. يعني هم يقدر يرد على أسئلة عن ثقافة الكويت، ليش إحنا عندنا هالعادة، ليش عندنا هالأشياء، ليش نقول كذي، ليش ما نقول كذي. فدائما أحسن أن الواحد يكون من أهل البلد يدليك. قبل شوي قاعد أتكلم على الأكل والمطاعم يعني الفنادق يعني الفايف ستار. يعني دائما وتكلمت يعني بشكل سريع عن المطاعم يعني الشعبية. يعني حلو أن الواحد إذا سافر يرد يقول والله ترى بالمنطقة يعني الديرة الفلانية عندهم أكلة يعني مشهورة، في بعضهم يجيك يقول لك ترى، فإذا رحت يعني يسأل عن الأكلة هذه يعني. صح. اي صح 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 صح. يعني الـ 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 الأكل جزء كبير من ثقافة البلد. وبعدين الواحد ليش يهتم بالأكل؟ لأنه من الحواس الخمس، إن الواحد يذوق. يعني أنت لما تكون مسافر أنت قاعد تشوف وقاعد تسمع، فليش ما تذوق شيء من بلدهم، من تاريخهم، من ثقافتهم؟ وهالشيء أنت راح تتذكره طول عمرك، إن رحنا هالمكان وجربناه حتى لو ما يعجبك بس أنت جربته. صح. وإذا نتكلم يعني قبل شوي قاعد نتكلم على أمان الشخص يعني من الآخرين، لكن يعني أمان الفلوس، يعني عملية يعني سرفة إني كاش أخذ كاش معي، ولا يعني خاص أتعامل مع الكروت البنكية المختلفة السفارس. أنا دائما أنصح الناس إنهم ما يأخذون وياهم كاش وايد، لأن في حال إن أحد باقي الفلوس خلاص ما راح ترد، حتى لو أنت تقدم شكوى عند المخفر ما راح ترد الفلوس. ضروري أن الواحد يكون عنده مبلغ بسيط كاش، بس أنه يعتمد على البطاقات، لأن مثلا لو البطاقة انباقت على الأقل أنا أقدر ألغيها ويطلعون لي بدالها. وبعدين بأغلب الأماكن الحين تقدر تلاقي مكاين الـ ATM، فحتى لما أنت تحتاج الكاش تقدر تسحب مبلغ حق هاليوم أو حق هالشغلة. وبالعكس الواحد لما يعتمد على البطاقات هم يقدر يشوفه وش كثر قاعد يصرف، يعرف متى يسوي على نفسه كنترول. بس لما يكون عندك كاش يمكن أصلا ممكن بعد يعني البطاقات يعني ما دام تسحب والفلوس مو بيدك ممكن تشجعك. دائما في خطر، فالواحد مثل ما قلت وسلبي. ايوه. وبعدين هم مثل ما قلت، واحد لما يكون مسافر ومستانس هو اصلا يبي يشتري زياده، يبي ياكل زياده. ف يعني بس هي اجازه، الواحد يعني كم مره بالسنه راح يسافر. صح. يعني ممكن الشغلات يعني شغله حلوه عندنا يعني بسفارات دوله الكويت يعني في الخارج، انك اول ما توصل الدوله تشوف يعني يوصل لك رقم يوصل السفاره المسج. بامكان الواحد يعني يستعين فيهم يعني باي شغله تصير لك سائح. يعني هو حلو ان الواحد لما يعني انا لما يوصلني هالمسج انا احس بالامان. صح. بس هم بعد اقول اني ان شاء الله ما احتاجهم. اكيد. لكن الواحد سبحان الله مو عارف سبحان يعني الله. صح صح. بس يعني احتياط هم. اي اكيد يعني هم ما يقصرون، يعني حلو ان واحد يحس بالامان. في شغله يعني يمكن على السريع، يعني قبل بالكويت كلها جروبات، قال قبل غزو بعد تحرير فتره معينه قبل كله يسافرون جروبات. يعني هل انت كخبير خفت السالفه هذه؟ هي ما خفت بس يمكن تحولت الى شيء ثاني. وبعدين يمكن اول كانت موجوده اكثر من الحين او بطريقه مختلفه، يمكن ان الحين طريقه البحث صارت اسهل، صار كل واحد يقدر يسوي بنفسه. يعني اول يعني يا بيروح مكتب سفريات وبيدور عن طريق بروشورات على ما يسوي الريسيرش ماله، يعني ياخذ وقت وايد اكثر من الحين. فيمكن الحين الجروبات صارت على اشياء معينه، ناس متخصصين بشيء معين يقدرون يوصلونك مكان اللي يمكن انت بروحك ما تقدر تروح له او انه صعب توصل له. وقبل مثلا اذا بغى يروحون مثلا استراليا ولا امريكا، تلقى مثلا لما يروحون جروب مع بعض يعني السعر يكون اقل بعد، يعني رايحين مع الشركه السياحيه او جايد. صح صح. هو كل ما كبر الجروب كل ما قل السعر، لان بشكل عام الفنادق انت من توصل 10 اشخاص هني تبدي يقدرون يعطونك خصم جدا جدا قوي. فانت تخيل انت ماخذ منه 20 غرفه 30 غرفه 50 100 غرفه، فالسعر راح ينخفض بشكل كبير. ونفس الشيء شركات الطيران، عندما توصل الراكب العاشر كجروب يعطون خصومات قويه. على طاري يعني الطيران والركاب، يعني في بعضنا مثلا يعني بعد الطياره مثلا الساعه 7 المغرب تشوف مثلا يروحون للمطار وهم كن زعلانين من بعض، يعني هذا نايم هذا قاعد هذا مخلي الشغل كله على فلان. فمتى الواحد يهيئ نفسه ان الاسره تروح، يعني خلاص قالوا احنا بنروح نسافر يعني الكل مستانس. يعني هو السفر مو سهل، دائما يكون في شويه ستريس، أو يمكن أكثر شيء ممكن يزيد الستريس إذا الواحد مو
مخطط مو مخطط عدل، ويمكن اذا واصل متاخر. وبعدين يعني الناس اطباع، يمكن من نفس العائله يكون في واحد حار، في واحد بارد، في واحد يبي يروح مبكر، في واحد لا تو الناس. فتخيل ان انت عندك جروب 4 5 أو 10، كل واحد مختلف، راح يكون في فريكشن بينهم. بل الاسهل انه باي جروب، سواء كانوا ربع او اهل، انه يكون في بينهم ليدر والكل يتبع الليدر. صح. وممكن عندنا يعني الخطوط الجويه الكويتيه، مثلا يعني بامكانك اذا بتسافر باكر بامكانك يعني بالليل تودي جناطك وتاخذ البوردنج وتروح مثلا على كيفك سيده. صح صح. وبعدين في اشياء ثانيه الواحد يقدر يسويها، يقدر يسوي اونلاين تشيك ان، يقدر يسوي حتى اونلاين تشيك ان مع الفنادق. هذه الاشياء كلها توفر وقت، وبنفس الوقت يمكن تحصل عروض مثلا حق ابجريد، سواء على الطياره او حتى بالفندق. يعني في وايد اشياء انت تقدر تسهلها، ما تحتاج انك تروح المطار وتنطر كيو عشان تسوي تشيك ان. الحين في كاونترات حق الدروب اوف، انك بس تعطيه الجناط وانت مسوي تشيك ان ومختار كرسيك قاعد مع ربعك ومنقي الاكزيت رو او وات ايفر. ففي وايد اشياء واحد يقدر يسويها بنفسه تخفف الاسترس عليه. قبل شوي واحنا قاعدين نسولف معك استاذ فارس تكلمت على اليابان وعلى الفيز، وهذا يخلينا يعني ايضا ناخذ نصيحه منك كخبير في هذا المجال، ان في بعضهم مثلا الفيزا اونلاين، في بعضهم لا يطلب انك انت تروح حق المكتب نفسه يعني، وفي بالمطار. فودنا نتكلم يعني على مدى اهميه ان المسافر ياخذ بباله هالموضوع هذا والدوله اللي رايح لها. هذه يمكن رقم 2 بعد الامان، لان خلاص انت من عرفت ان المكان فيه امان، اوكي شلون اقدر اوصل حق هالمكان؟ شلون اقدر ادخل هالبلد؟ صح. فلازم اعرف هل احتاج فيزا ولا فيزا اونلاين ولا اون ارايفل. اذا لازم اروح السفاره او المكتب اللي هنا بالكويت، لازم اعرف انا قبل ايش كثر لازم اقدم على الفيزا، وهل احتاج موعد ولا ما احتاج موعد، شنو الاوراق اللي مطلوبه. يعني انا شايف مثلا اني ناس ثانيين يكون قاعد يقدمون بنفس الوقت رايحين، ويعني يعني كانه رايح بيشتري شغله من محل، مو جايب وياه اوراقه، مو مجهز المستندات المطلوبه، او يمكن يقول انه ترى والله انا طيارتي عقب باكر. زين، هم مو السفاره مو مسؤوله عن هالشيء، على المسافر انه يتاكد هو شنو يحتاج. خاصه الاعمال المنزليه مثلا، يعني ككويتي انت مو مطلوب منك فيزا، لكن اللي معاك لازم يعني في بعضهم يروح يتفاجئ انه لازم يعني قبلها يعني يستفسر اكثر يعني الموضوع هذا. هذا هو يعني الحين بالذات الواحد المفروض انه ما يتفاجئ، لان صحيح. المعلومات كلها صارت متوفره، اذا مو موجوده اونلاين الواحد يقدر يتصل على المكتب او على السفاره مباشره، يقدر يدز لهم ايميل، الحين يقدر يتواصل وياهم على تويتر وعلى انستغرام. فالمفروض انه ماكو مفاجات. صح. ويعني ممكن نختم حديثنا معاك، يعني مثل ما قلت يعني التواريخ معروفه، مثلا عندنا الحين مثلا راس السنه مثلا بامكان الواحد يستفيد من العروض اللي موجوده. صح. وقله الاسعار ممكن يحجز من الحين، من الحين. دائما التخطيط المسبق. بالضبط كلامك صح. بس احنا ما عندنا تخطيط، ما عارفين باكر انت شنو غدانا وشنو عشانا. شوي تتغير. شوي. عموما يعني الاستاذ فارس المسلم خبير السياحه والسفر، الله يعطيك الصحه والعافيه، واستفدنا جدا من وجودك معنا. ان شاء الله يعني قلت على السريع قبل شوي في دوله في ايطاليا توها طالعه، كابري جزيره. كابري هي جزيره والحين قاعد اشوف انه وايد ناس قاعد يتجهون لها. فاتوقع هذه يعني بالسنين الجايه راح تكون بيج هيت هنا بالكويت. راح نسولف فيها لان بحط تقرير الحين. مشكور اخوي فارس، الله يعطيك الصحه. شكرا والعافيه. احنا متواصلين معاكم في برنامج ديوان التلفزيون، بنتكلم الحين عن الاشياء اللي تستخدم في البيت الكويتي قديما، منها الصميل اللي من خلاله يجهزون اللبن. الحين ما شاء الله يعني نروح الجمعيات نلقى اللبن المبستر. ايضا اهل الكويت كانوا حريصين جدا، يعني اللبن اللي كان موجود والناس يعني اللي تستخدمه يستخدمونه، يعني يستخرجونه عن طريق الصميل. شنو الجيل الجديد اللي بيعرف الصميل وشنو استخداماته وشلون اللبن كان يستخرج من خلال هذا الصميل؟ شوفوا هالتقرير هذا، وأنا وفارس بنتكلم عن إيطاليا، خليكم معنا.